حاجة ما بيك بيتهبل له الحرب العالمية الثامنة من وضع وحدك قرلوك لنا من عينينا شو تسوي ذا الحاج قرلو هذه خزانة الخامسة ولا نعود فيها كلنا قال اساس الخزاين المطلات المطارح انا القمجة تاعي من عام الثورة جد نلبسها سي فيها 35 قرلو هنايا كانوا مكومبين عندي في القمجة الداخل في الجيب او كيف انا نربي فيك ولا نربي في قرلو تو مانيش قادر نربي قرلو يسيدو برصاص الحاج ايه قرلو يسيدو برصاص ابو يسيدو اخر كنا قال حيطان شما انت تعرف خيمو بيك انا تشوف فيا بكري كنت نصيد اسبوع بالصنارة بالمولين المرسي نجيب مرسو تاع الدجاج مرسو تاع الحم اربط وارمي لي السباع ما تمسخرش ما نطلعش الاسماك الفهد النمر مين داك يكون خدمه ميته طلع الزرافه تمشي كل نهار وكيف الله يبارك فيك تعرف قبل تعرف تقدر ابدي تصيد الحاج اي قر له اول حاجه يصيدو بالفخا تاع الفيران دير له شويه فرماج كي تسمع عرب لي قبط مين تقبل بطل هو ابسع ميسون اول حاجه دوك نروح نشوف كل جو اول حاجه جبوا لك هذا البرودوي شتو هذا قني النتائج وصوفي هو ذكر له نورمالمون جبوا لك الحله زيرو انسكت هذه زعما ما كاش قال حشرات اودي ذا برودوي مليح يا اخي من الرصاص سي جورج اللي خبر هذا زعما يقتل القرلو يقتل القرلو هادي ذا انت وي قلت لك هاك روح ما تخاف ابي اصبرني مقام ماما واحد ميقول هاي 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 نورمال في شومبرتي وتشطح اوه